فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما السنة للإمام؟ هل هو التبكير أم الإتيان عند الإقامة؟ يعني حضوره للمسجد. نعم. السنة في حق الإمام أن يبقى في بيته يتعبد بالنافلة القبلية كصلاة الفجر والظهر أو يفعل ما شاء، ثم إذا جاء وقت الإقامة حضر. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، لكن لو جاء من قبل فلا بأس، يعني ما يقال هذا بدعة. قد يرى مثلا الإمام من المصلحة إنه يأتي متقدما لأجل أن يشجع الناس على التقدم، فهذا قد يكون خيرا. أما إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة فالأفضل أن يبقى في بيته حتى يأتي وقت الإقامة، ولا سيما في يوم الجمعة. وبعض الإخوة في يوم الجمعة يأتي مبكرا وهو إمام خطيب، يأتي مبكرا من أول الوقت، يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على التقدم يوم الجمعة، فيقال الرسول حث على التقدم يوم الجمعة لكن شرع لأمتي أن لا يأتي الإمام إلا إذا جاء وقت الصلاة، فكان الرسول لا يأتي للجمعة أبدا إلا حين يأتي وقت الصلاة، فلا يسن تقدم الإمام يوم الجمعة بل يبقى في بيته إلى أن حين وقت الصلاة، ويكون مثابا على بقائه في بيته كما يثاب المتقدم من المأمومين.